أنا حرب المهدي أبو العنين يا باشا. شكرا يا شوي السجن. يا حربي هديت وعقلت وهتحكي لي على اللي حصل ليله اول امبارح ولا لسه عايز تتروق تاني؟ يا باشا انا من ساعه ما خرجت بالسجن وانا في حالي وماشي جنب الحيط. وخناقتك مع قبضايا ورجالته؟ يا باشا والله العظيم انا ما اتخانقت مع حد. انا كنت راجع امبارح في امانه الله لا بيا ولا عليا، فجاه ولقيت الجدع اللي اسمه قبضايا ده اللي شغال عند المعلمه انشراح كان اللي في الضلمه هو رجالته وغفلوني. قمت انا بقى قصرت الشر وهربت منهم وجريت ونطيت في عربيه الواد زيد وبعدت عن الحته خالص يا باشا. ابقى انا غلطت في ايه؟ والاتنين اللي ضربتهم يالا هما اللي هجموا عليا بالسنج والمطاوي وكانوا عايزين يدشملوني خالص وانا يا دوبك كنت بدافع عن نفسي. يعني انت عايز تفهمني ان سبب الخناقه قبضايا ورجالته وانت بقى البريء الضحيه المظلوم؟ ها سعادتك سالت وانا حكيت لك اللي حصل. ولا انا ما باكلش من الكلام ده. قطع من جسمي بالحته يا باشا، ما عنديش اي حاجه تانية اقولها لان هو ده اللي حصل. وبعدين سعادتك يعني لو مش عايز اي قلق في المنطقه خلي الجدع اللي اسمه قبضايا ده يبعد عني خالص وفهمه ان انا خلاص خدت جزائي وخليه يشيلني من دماغه. وبعد كده يا باشا لو صدر مني اي شيء اعمل فيه اللي انت عايزه. يعني انت حجتك دلوقتي قبضايا؟ قول لك نظر يا باشا. ماشي يا حربي انا هقصر قبضايا عنك وحسيبك تروح كمان يا حبيبي، بس خلي بالك اللي حصل لك امبارح كان مجرد قرصة ودن، فاهم يالا؟ ممكن اسألك سؤال بسيط يا باشا؟ عايز تسأل تقول ايه؟ انا عايز افهم حاجة واحدة بس، انت بتعمل معايا كده ليه؟ امشي يالا من قدامي، بس خلي بالك انا عيني هتبقى عليك كل لحظة ومش هغفل عنك ثانية واحدة. أي غلطة هتعملها في المنطقة يا حربي أبواب الأذى واسعة أوي. تأمرني بحاجة تانية يا باشا؟ غور يالا من قدامي. بالإذن يا باشا بالإذن. يا سويس ده احنا هنخش نطمن عليه ونديله الحاجه دي في السريع السريع كده. ايه ده؟ ده عيش وحلاوه وعلبه سجاير. الله يخليك يا شويش عشان ادعي لك. ده الواد بركه، ده بركه بجد ودعاء مستجاب، جرب بس. قلت لك الزر ممنوع، خد الحاجات دي سلمها في الامانات. زين زين حربه حربه. بالسلامه يا حربي. بالسلامه يا صاحبي. كفارة صاحبي. أقول لك إيه؟ خد ده أكل وسجاير. ساكت كده كتير ولا ايه؟ فك بقى يا عم، كله بيعدي. اتبهدلت وتهنت قوي يا زين، صعبت عليا نفسي. عاش ولا كان اللي بهدلك يا صاحبي؟ انا مش عارف الجدع اللي اسمه اكرم ده حاططني في دماغه ليه، لكن وديني وايماني اللي قرب مني تاني لكن ذبح. لا في عرضك يا عم حربي، انت لسه خارج من السجن وبقول عليك عاقل وتقيل وبص لبكره. انسى صاحبي، ارمي ورا ظهرك. وبعدين يلا دقت على راس طبول. على رايك يا زين. لازم نستحمل يا حربي. حد الكيكه ما تبقى في العالي والدنيا تلعب. ولا انت هتنسى كلامك ولا ايه؟ بس وحياتك عندي يا زين، وحياتك عندي. لما الكيكه تطلع في العالي، لاخد حقي تالت ومتلت من كل اللي داس لي على طرفي. قول يا باسط. على فكره المعلمه انشراح كانت عايزه تيجي معايا تضمنك، بس انا قلت لها فوت على اسمي اشوف النظام الاول. لا يبقى واجب بقى نعدي نشكرها. ما كنت اتفهمت معاه احسن يا برسيسه. وانت شايفني بقول شكل للبيع يعني وبجمع المشاكل في حصاله؟ ما هو اللي واكل حقي ومش عايز يرد عليا والكلام مش رايح جاي. اصبري بس شويه يا معلمه، وعلى راي المثل
تبات نار تصبع على خير. لا واللي يصبر ينول يا ولا. طلع منديل من جيبك عشان اعيط على كتافك. وانا كنت بعلق فيك انت ورجالتك عشان اسمع منك البقين ما لهمش لازمه دول؟ يا معلم انا راجلك وكلمتك سيف على رقبتي. يبقى تقف لرشوان بيه وتوريه ان انا ورايا رجاله وان انا حقي ما يتاكلش. شاوري بصابع رجلك الصغير وشوف انا هعمل ايه. بس انا رايي يعني ان انت تهدي اللعب وتشوفي مصلحتك. احنا مش قد رشوان بيه ولا رجاله رشوان بيه. بذمتك مش مكسوف من نفسك وانت بتكلمني الكلام دوت؟ مش مكسوف من صباح نفسك؟ صباح الفل على احلى معلمه فيك يا مصر. برافو عليك يا واد يا زين، عرفت تطلعه اهو. ايه اللي عمل في وشك شوارع كده؟ الحقيقه معلمه اصلي وحشتهم شويه فكانوا بيحتفلوا بيا. ده انت شكلك كنت نجم الحفله. والله يا معلم كانت ناقصاك، والحقيقه كرموني اخر كرم. ربنا يزيدك. احنا والسامعين اجمعين يا معلم. بقول لك يا زين، ما كنت تشيله مرابعه توديه لقصر العيني. ما تصطبح بقى قبضايا وتقول يا صبح الله، الحكايه مش ناقصاك انت راخر. وبعدين قبضايا مش جاي لك اصلا. رجعت شكر للمعلمه لما عرفت انها كانت ناويه تضمني في الاسم. انا عمري ابدا يا حربي ما سيب الرجاله اللي بيشتغلوا معايا. وعشان كده يا معلمه كلنا مستعدين نخدمك بعينينا. طب روح ريح كده وخد لك 4 ايام وتعالى لي اليوم الخامس عشان نتكلم. لا يا معلمه اريح، ده ايه؟ انا قلت بس افوت اتشكر لك الاول قبل ما انزل انا وزين والواد بركه عشان نلم غله النهارده. وانت هتعرف تشتغل كده النهارده؟ مفيش عليها يا معلمه انا حديد. المهم بس ولاد الحرام يسيبونا في حالنا ويبعدوا عننا. طب يلا شدوا حيلكم وانزلوا الشغل وارجعوا لي بحاجه حلوه اخر النهار. ماشي يا معلمه بالاذن. سلام يا معلمه بضايع. غلط، اكبر غلط يا معلمه، عشان تركبي شويه عيال هتيه زي دول على كتافنا ويدلدلوا رجليهم. انت اللي عملت الغلط بايديك وانت اللي ركبتهم على كتافك يوم ما عملتها معاهم اول امبارح وخبت. يا معلمه يا معلمه ما يصحش، العيال دول لو اشتغلوا معانا هيشبهونا. على اساس انك كنت بتكمل علامك في لندن وجاي تستجم يا ولا في مصر. شوف شغلك، خليك في نفسك وركز في مصلحتك، مالكش دعوه بغيرك. يلا هاد يا شنيب منك لو راس البر قفلت، هنولع في الوكاله. شكرا يا احمد، يلا باكل بسكوت بتاع كل يوم بسرعه. ها نورت الحته. بلغوكي بالخبر السعيد؟ شكلك كده مستعجله. انا مش هطول عليكي، هي كلمه ورد غطاها. ايه رايك في اللي سمعتيه؟ هي كلمة برضه ورد غطاها. ابعد عني يا قبضايا. تأدي الكلام ده يا بت؟ شوف يا معلم، البلطجة دي تنفع معاك في أي حاجة إلا موضوع الجواز ده. أصله باختصار رضا وقبول، وأنا لا راضية ولا قبلك يا أخي. تتجننين يا بت؟ علاقة الرضا والقبول بالجواز؟ يا بت لما تعرفيني وأنا بتمشى قدامك في الصالة هتغيري رأيك، وبعدين أنا بلغيك في الرايحة والجاية، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أنا كنت بضحك في وشك بس عشان أتقي شرك، لكن أنا لا طايقاك ولا حتى طايقة ريحتك. وحكاية الجواز دي بقى احسن لك تنساها خالص. اسمعي يا اموره، انت نخشه وحلوه، تقل ادبك على قبضايا؟ لا سبيدي. حاضر، شفت انا بسمع الكلام ازاي وابقى زوج مطيع؟ انت كمان لازم تسمع الكلام. وانا ما سمعتش الكلام وقلت لا. الوش الجميل ده هيبقى للذكرى الخالده، كل ما هتبص في المرايه كده هتفتكري قبضايا شويه.